بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفائزون اليوم ثلاثة. الفائز الأول قيادتنا الحكيمة ممثلة بسموكم الكريم، ترعون هذا الحفل نيابة عن أخيكم خادم الحرمين الشريفين، ضاربين المثل الأعلى والقدوة الحسنة لرعاية العلم وأهله وتبني مؤسساته وفعالياته. والفائز الثاني هؤلاء العلماء الأفاضل الذين أثروا الساحة العلمية والفكرية بأعمالهم القيمة خدمة للإنسانية وإسعادا للبشرية. والفائز الثالث هذا الحشد الكبير من رجال الفكر والأدب والثقافة الذين تسابقوا لساحة العلم هذه إجلالا للعلم وتقديرا للعلماء، فهنيئا لكم جميعا هذا الفوز، وكل عام وأنتم فائزون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام الدكتور عبد الرحمن الصميط الكويتي الجنسية الأمين العام للجنة مسلمي أفريقيا. ولقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية، وموضوعها الدراسات التي عنيت بالسيرة النبوية، الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري العراقي الجنسية، الأستاذ في كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر. أما جائزة الأدب العربي وموضوعها أدب الرحلات في التراث العربي تحقيقا أو دراسة، فقد فاز بها حمد الجاسر السعودي الجنسية صاحب مجلة العرب، الذي عرفت إسهاماته المجامع اللغوية وازدانت بمؤلفاته المكتبة العربية. Thank you.
ولقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية للطب، وموضوعها العناية بالرضيع الخديج أي ناقص النمو عند الولادة، كل من الأستاذ الدكتور بينجت أندرس روبرسون السويدي الجنسية، مدير وحدة أمراض الأطفال في مستشفى كارولينسكا في السويد، والأستاذ الدكتور تتسورو فيوجوارا الياباني الجنسية، أستاذي ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة إيواتي الطبية في اليابان. أما جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم وموضوعها علم الحياة، فقد فاز بها كل من الأستاذ الدكتور جينتر بلوبل الأمريكي الجنسية، أستاذ علم حياة الخلية بجامعة روكفيلر في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هيو ريجنالد بيلام البريطاني الجنسية، رئيس قسم علم حياة الخلية في مختبر علم الحياة الجزيئية التابع لمجلس البحوث الطبية في بريطانيا، والأستاذ الدكتور جيمس إدواردز روثمان الأمريكي الجنسية، نائب رئيس معهد سلون كيثرينغ في الولايات المتحدة الأمريكية.